Good morning, gentlemen. Today I will lecture about Book 3, Chapter 10, 11, 12, and 13. اليوم محاضرتنا عن Chapters 10, 11, 12, 13 من رواية جوزيف أندرس الكاتب هنا في للطلبة المرحلة الثانية في كلية الآداب. Chapter 10 هو عن Conversation between the Boat and the Player. اثنين من الخاطفين خطفوا فني كان هم الشاعر والعازف. وكانوا اثنينهم طلابنا فلاتر ايتش اذر، كان واحد ينفخ بالثاني. بالشابتر 11 طلابنا نشوف انه جوزيف ريجين كونشسنس، هنا نشوف جوزيف استعاد وعيه وكان يبكي ويصرخ. وادم ريبلايز ذات بيبل ار اغنورنت اوف ديفاين بلان، جاز ديفاين بلان. كان السيد ابراهام ادمز يحاول يعني يطمنه، يقول له احنا بني بشر جاهلين لمشيئة الرب. في chapter 12 طلابنا the captain rides to the square house with a wailing funny goodwill tied to the second horse. الكابتن كان صعد على حصان ورابط فني على الحصان الثاني، فهنا كانت هي تنحب وتبكي. funny continues to call for help، كانت باستمرار تطلب مساعدة. They pass a man on horseback. The captain claims that Funny is his adulterous wife. تعدوا بصف رجل، فرجل وقف الكابتن قال له منو هاي؟ قال له الكابتن كان ذكي، كان جاوبه قال له انه هاي زوجتي الزانية، فأنا مربطة هيجي لأن هي زنت. بعدها they pass two more horsemen armed with pistols and when she yells out one of them recognizes her. تعدوا بصف اثنين رجال مسلحين عندهم يعني مسدسات، فهي صرخت واحد من هذول الرجال المسلحين ميزها، عرفها انه هاي هي فاني جودويل. The chariot they are guarding which belonged to Lady Bobby Stewart Peter Pounce. طلعت هذه العربة والرجال دولة هم تابعين للرئيس خدم ليدي بوبي اللي هو بيتر باونس. take the captain into custody and takes funny back to the inn. قيد الكابتن يعني اعتقلوه قيدوه، وطلابنا اخذوا رجع فاني الى الخان. the host of the inn explained his mistake. مالك الخان وضح لهم، قال لهم يابا اجوا دولة وقالوا انه انتم خاطفيها، لذلك احنا نعتذر، احنا ما ندري بالقصة الحقيقية. جوزيف ان فاني ار يونايتد، ويعني رجعت فاني الى احضان جوزيف. جوزيف هيرز ذا كابتن هاز بين بريزنر تيكن بريزنر، سمع جوزيف انه الكابتن معتقل. هي بيتس هيم سيفيرلي، راح ضرب دق دق شبعك طنكتي مثل ما نقول، بساطة بسطة من هاي التمام، فوخ قلبه جوزيف، فوخ قلبه من خلال ضرب الكابتن. The prisoner is supposed to be brought to magistrate. The servant feels sorry for him and let him go. لأنه انبسط هاي بسطة قوية، خدم شعره أنه هذا خطية فهدوه، على الرغم أنه لازم هو كان يمثل أمام القاضي. Everyone heads back to the county. وهاي الرفقة اللي هم باسر آدمز، جوزيف أندرز، وفاني جودويل توجهوا برفقة بيتر باونس إلى بلدتهم، إلى منازلهم أو منزلهم. بالشابتر 13 طلابنا بيتر باونس and باسر آدمز began discussing the notion of charity. بيتر باونس دخل جدال مع حول شعار أو مفهوم الإحسان، فتطورت الأمور كالعادة لأنه باسل آدمز مزمت بآراءه. أنه بيتر باونس انصت باسل آدمز، قال هانا قال أنت شو فهمك، أنت مجرد شابي فو فلو، قال أنت شخص يعني شخص رث وسخ قذر. فآدمز got angry and jumped out of the chariot. آدم مستر إبراهام آدمز أصبح غاضب وطفر من العربة. طبعا طلابنا بالتحليل هذه الشابترات، باسل آدمز رجل الدين باسل آدمز sometimes represented the view of the traditional high church Anglican، كان يمثل على أنه بعض الأحيان آراء تمثل
الكنيسة العليا الأنجليكانية البروتستانتية على أنه الديانات أو المديانات والمذاهب الأخرى المسيحية هم as bad as atheists، هم حالهم حال الملحدين، خاصة كريستيان دوكترنز قلناها مذاهب أبناء المذاهب المسيحية الأخرى. نشوف طلابنا من الأشياء الأخرى أنه he tells Joseph that that he is sinner and after all that perhaps God is punishing him. من جوزيف كان يبكي لأن مقيدي بخان وخطفه خطيبته، فقال له أنت إنسان آثم وإحنا كل إحنا آثمين، فالله ربما جاي عاقبك على هذا الشيء. This person seems many different from the person whom he consistently acted as a spiritual father to Joseph, funny and enjoys their in their happiness. نعني تبدو شخصية بارسون آدمز مختلفة من الشخصية اللي كانت ترعاهم كأب روحي إلهم ودائما سعيدة من سعادتهم. أيضا طلابنا على الرغم من الدعاء إنه بارسون آدمز هو رجل متعلم، جوزيف أشار بوحدة من كلماته إلى شكسبير، فرد عليه بارسون آدمز referring to Shakespeare as hating the person seems revealing his own ignorance. إن أنا أشار إلى أنه شكسبير هو كافر، فأظهر بهذا من خلال هذا الشيء جهلة، أنه إنسان ما متعلم بصورة أو مطلع على كثير من الأمور ما عدا بعض الأمور اللي تخص الروايات الأدب الإغريقي القديم الكلاسيكي. Some critics have called funny a passive character who simply waits to be rescued. The narrator makes it clear that she has struggled against her captors. نحن نشوف طلابنا فاني جودويل بعض النقاد يتهموه على أنها شخصية سلبية دائما تحاول تلقي اهتمام وواحد ينقذها، ولكن الكاتب يظهر لنا أو الراوي يظهر لنا يتحدث عن أن هي قاومة معتديها. She repeatedly calls out for help. مثلا هي عادة كثيرا ما طلبت المساعدة، صرخت من أجل المساعدة. She doesn't resist her rapist. It will enjoy her by force is necessary. نال كابتن قال لها إذا هي ما تروحها بسهولة للإقطاعي هو راح يعني يجبرها على أنه أجلكم الله تنام وياه. فهنا أكو اعتقاد في تلك الفترة، هذا يوضحنا أنه النساء تستمتع بالاعتداء الجنسي لاغتصاب. وهذا most men in the 18th century do not believe، يعني إنه يعني عفوا إنه الرجال كانوا يعتقدون إنه النساء ممكن ما يستمتعن بالاغتصاب، وهذا يعني من أشياء الرجولية أو أشياء خاطئة عند أفكار خاطئة عند الرجال. Fielding the taking the side of women، وهنا نشوف إنه هنا فيلدينج أخذ جانب النساء أو دافع عن النساء بهذا الشأن. I hope you enjoyed this lecture. See you in the upcoming videos.